وظفك؟ ما وظفني. إنه رحت بكير وعلقت بعجقة سير، في موعد مع المدير ومنه متفائل بالخير، بس شافتني السكرتير اجت لعنده قالت له هالشاب كتير مرتب بيجنن ما في متلو. وظفك؟ لا ما وظفني. قال الحالي صعب كتير وما في عنا وظايف، لو وصف فيك الوزير البلد متل ما شايف. صاحبته توسط فيه قعدت حد وشرحت له بدل الشهادة في مية متعلم ما في متلو. طيب وظفه؟ انسى ما وظفه. عبيتي بدي ارجع وارخيها بهالصالون، جاري لعندي يطلع وندور التلفزيون. خيي لابتوبه منزوع ومني فاضي فرمتلو، لو بدي موت من الجوع رح احضر ما في متلو. وظفك؟ والله يا ريت. ما وظفني. بونجور. شو ما في حدا هون؟ اهلا 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 اهلا. شو شو حبيبتي ليش جيتي على الكلينيك؟ لاني لساعة عم بقول لك ما عم بترد علي وعايزتك ضروري وبدي مصاري نزل اشتري غراض وحضرتك ما عم بترد. ايه اكيد مشغول. وهي الحمرة شو على وجهك؟ هيدا اي حمرة شو بك هلا؟ عندي مريضة. شو بدي مريضة شو يا كذاب؟ ما بعرفها سكرتيرتك. عمين عم بتكذب؟ ايه ما بتمرض؟ ما بتمرض؟ وين سكرتيرتي ما بتمرض؟ هيدي شو على وجهك؟ انا فرجيك انت اخر مرة بتشتغلي هون، فلي من هون وليه؟ راسي عم يوجعني كيف؟ عم بفحصك انت؟ عم تفحصها؟ انا فرجيك بالبيت. لا بقف بقف بتسكري الكلينيك سامع؟ تفضل. صباح الخير. اهلا. استاذ نعيم ما هيك؟ ايه لحظة. اهلا. اهلا فيك. اهلا. تفضل قلي. استاذ نعيم انا صراحة عم فتش على شغل وعم ببرم على هالمؤسسات، فمن ضمن المؤسسات اللي عم ببرم عليهم قالوا لي انه حضرتكم عندكم شركة استيراد وتصدير. فقلت بيجي بشوف اذا بلاقي شغل بدي اشتغل. بدك تشتغل عنا؟ اذا في مجال. بدك تشتغل عنا؟ ايه اذا بدي اشتغل عندكم يعني اذا في مجال. اهلا وسهلا فيك. يلا روح بلش. نعم تفضل. بدك تبلش عنا شغل؟ ايه جاي اتوظف عنا؟ جاي اتوظف، جاي اشتغل بالشركة عنا؟ عندكم هون. ايه تفضل. لو انا وافقت تفضل اشتغل عنا. اه وافقت على الشغل؟ عم تحكي جد؟ الله يديمك ويخليك يا رب. ما بدك وراء؟ لا 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 حبيبي. جايبهم معي مصدقين مختمين. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. روح بلش شغل. بلش هلا دغري؟ فيك تبلش من اليوم؟ هلا انا ببلش. ما انا بدي اشتغل. يلا نط. يلا. لوين بنط؟ بس قل لي. هلا ليك روح تطلع من هون على اليمين، في واحد قاعد اسمه مستر وجيه. وجيه؟ ايه هذا مسؤول عن موظفين، مدير شؤون موظفين. نعم نعم. قل له انه وافقت لك على الشغل معنا بالشركه. الله يطول عمرك ويخليك. بقول لك وين؟ بعطيك مكتب بتقعد هنيك بتبلش شغل. دغري ببلش؟ ببلش شغل. بشكرك استاذ نعيم. شو قلت لي اسمك حبيبي؟ عباس. اهلا اهلا وسهلا. الله يديمك ويخليك. انا كثير فيك. بس ليك حبيبي اهم شغله بس قصه المواعيد وهدول الاشياء، نحن كثير ضايقين. انا ما بتاخر. يعني الساعه 9 بكون موجود. انا 9 الا ربع بكون موجود. مش الله يخليك هذه الشغله. الله يديمك ويخليك يا رب. مع السلامه. شكرا استاذ نعيم. اهلا وسهلا فيك معنا بالشركه. عفوا استاذ نعيم. بس نحن يعني ما حكينا بالمعاش. نعم ما حكينا بالمعاش. ايام انا حكيت بالمعاش؟ لا انت ما حكيت. انت ما حكيت بالمعاش. ايه انا ما حكيت بالمعاش. ايه مزبوط. شو السؤال؟ ما انا بدي احكي بالمعاش. اي معاش؟ ما انا بدي اشتغل. لك ايه اشتغل، ما نحن بدنا انه تشتغل معنا. انا انبسطت فيك. انا بدك تشتغل تفضل اشتغل، بس معاش ما تجيب سيره معاش. ما حدا جيب سيره معاش اصلا. ايه بس ما انا بدي ما يعني ليك حبيب ما في قصه معاش. ليه؟ لانه
الشغل ما في يعني مصاري وكذا، ما في شركة مسفرة على الآخر يعني، ما في لا عم نطلع مصاري وش، بس الشغل أهلا وسهلا فيك، روح بلش اشتغل، أنا ما عندي مشكلة تكون معنا. لك منيح بدي اشتغل، ايه اوكي بدي اشتغل، ايه بس ما في معاش، ما في مصاري. بدي اشتغل بلا معاش؟ وكل البلد هيك واقف والشركات واقفة، ما عنا لا مصاري ولا تفويت مصاري ولا شيء، فما في معاش. بتحب تشتغل؟ أهلا وسهلا فيك. لك أنا اللي بحب اشتغل. تفضل اشتغل، بس بلا معاش. اوكي. صعبة؟ فكر فيها. لا ما انا عم تشتغل. انت عم تشتغل. مزبوط عم بشتغل، ما انا المهم اني اشتغل. تفضل اشتغل. خلص. ما تيجي بكره بعد يومين الله يخليك تقول لي زودة ما زودة، لأنه ما في معاش فما في زودة. هن بيجوا مع بعضهم. ما في معاش، ما في زودة. اي خلص. تفضل. من هاللحظة يلا اسمنا عم نشتغل. يلا يلا يلا. عم نشتغل أحسن ما إنه ما نشتغل. ليك عندك لايف؟ وظفك. شو بعمل بعد ما وصلوا؟ ايه قرب يا أخي قرب. مرحبا يا اخت سوسو. اهلا وسهلا فيني. ليكي ما تواخذينا هذا البنطلون الاحمر، مش انه تفكري انه دارج او شيء، بس اضطريت ضلني بثياب الاخ بابا نويل الله يوجه له الخير. تاخرت كثير علينا بس ولو كنت غيرته للبنطلون. ما انخزق هيداك اللي كنت لابسه، هيداك انا جلد بس طلع مضروب، يعني هو جلد انا فكره جلد بقر طلع جلد غنم، يعني حتى الفساد ضارب بالبناطلين. وينك يا ابو فعور؟ طيب فينا نبلش انا شباب ناطرينك، مع انه اعصابي هلا عم ترجف. بتحب تروق شوي ولا خليك شوي؟ متعود اني اشتغل تحت الضغط. بالاول ما عرفتك على صديقي ورفيقي وزميلي ومدير اعمالي وصديقي من ايام الطفوله، وهو يعني عازف والموزع الاساسي، وكل يوم بشوفه على بكره والظهر وعشيه. بس انا خيو بدك تعتمد كيف مثل خيو مثل اخ واعز. بس ذكرني باسمك دايما بنسى. اسمي جو يا جو. جو اسم صعب ولكن ليش ما بتغيره؟ اعطيك اسم هيك من حرف او حرف ونص. اهلا وسهلا فيك. فينا نبلش استفسار؟ نبلش ان شاء الله ما يكونوا اسئلتك مثل عادي سخيفه، لانه هلا اجواء اعياد. لا ولا يهمك، ما بدنا يطلع توترنا على الجمهور. حبيبي انا اشتقت له عبر هالشاشه. بعد ما بلشنا هلا حنبلش. يلا بلشي. مساء الخير لكم مشاهدينا، حلقتنا اليوم مميزة جدا لأن طبعا رمز للأعياد ورمز لهالوقت الحلو من السنة، وجلستنا فنية بامتياز. معكم أسس دخيلة بانوراما بيروت بجلسة فنية مع الفنان الكبير العظيم فوزي بولوزي. اهلا وسهلا فيك. ميري كريسماس بما انك لابس بابا نويل. تسلمي الله يخليكي. اولا شو عاملي على راس السنه يا ست سوسو؟ والله ما بعرف اذا بتعزمني على حفلتك بجي. عندي كثير فئه لقلك هيك، بنروح بنعمل كوبلات وبنتسلى ونعمل قصص وحكايات. عندي كثير اصحاب. واهلا وسهلا كمان بمدير اعمالك استاذ جو. هلا انا محضر كثير اغاني جديده، ولكن هلا المشكله اللي صارت معي انا موترتني مع مدير المول. كنا هلأ بمول معين ما رح نسميه، ما بدنا نعمل دعاية. نعم. هو قال لي بدك تعمل حفلات وكذا. طلعت لعنده أنا وصديقي الأخ جو. جو طلعنا على أساس نعمل حفلات، وإذ فجأة بزت بوجي تياب حمر بقل يلبسهم وعملهم بابا نوي، وعطاني هيدا الجرس قال لي يلا قول هو هو هو. قلت له أنا فوزي بولوزي آهات ومواويل وأغاني وأعمال. وقال له ايه؟ وقال له بيجي انا بدي اقول هو هو هو. قلت له لا مش انا اللي بعملهم، بدك تعملهم غصب عنك ما بتعملهم. بالاخر عملتهم. ليش؟ لانه نحن بحاجه لقرشين ما تواخذينا هلا، يعني 150 دولار او 200 قديش اتفقنا معه بالاخر؟ قديش عطاك؟ اعطانا 20 دولار. كيف 20؟ هلا بعد المقابله، بعد المقابله. طيب استاذ فوزي، كنت هونيك انوجدت هونيك يعني؟ انوجدت شخصيا. نعم. وانوجدوا المعجبين وانوجد كل شيء، ولكن الاغنيه تحولت لشرقي، هي اغنيه جينجل بيلز، انا غنيتها بالشرقي. فين نسمعها هلا مباشره؟ نعم شرقتها. الجمهور غير الجمهور. هلا تغير الجمهور طبعا. كانوا عساسه كبار، عساس الجمهور كبار، فجأة صاروا أولاد. إيه. أوكي. أنا عندي من كل الأعمار، من كل القياسات، من كل الأجناس، عندي شباب وبنات وبين يعني من كل ال... هلأ رح نسمع بدو يرافقنا الأخ. حضرته جو بيدق على الجو بيدق بس جايبني معه دفيف. جايبه معي دفيف. قال له جينجل بيلز. قال له بس تلاقي دوزان. اتفضل. دوزان. جينجل بيلز جينجل بيلز. جينجلز اون ذا واي.
أنا سمعت مش فكرات. هي بالعربي حاملة كلمات. أنا سمعت جيم عم بيتلاقوا الأصحاب بهدي قلب الباب. يعني هي مشرقة. أنا لما شرق شغلي ما بغربها. معروف فيي من زمان وجاي. طيب رح نزلها بالكليب الجديد. استاذ فوزي هلا خلينا بما انه هيدي المقابله حصريه لحضرتك. حصريه ما حصريه اخر همي، انا عندي اعمال جديده هلا بخبرك عنهم اذا بدك. ما هيدا اللي بدنا نسالك اياه لانه حضرتك اعمالك الجديده خليها تكون سكوب بحلقتنا لليوم. ليكي انا على اتصال دائم مع الملحن الكبير صفوت عنزلوطي. هيدا صفوت عنزلوطي كل يوم بحكي معه لانه بدي منه لحن. استاذ فوزي هيدا مات صار له سنتين ميت. توفى صفوت عنزلوطي، توفى من سنتين. والله انت عم بحكي مع ورست ويمكن او شيء من هالنوع. ما بعرف وكيف يموت هيدا، بدي منه مصاري يا اخي، متاكد من كلامك؟ هذا كل العالم بدها منه. هيدا مات مديون 100 دولار مليون دولار. لك شو بدي بالمليون دولار، بدي منه 200 دولار، كيف بموت؟ اكل حال. طيب ما بدي اعصب هلا. مش هو، انا اصلا كنت بدي اخذ لحن ثاني من رضوان عرموت. نعم رضوان عرموت الله يرحمه، الموت غيبه. نعم هذا بعده طيب يا اخي، بعده طيب هيدا رضوان عرموت بعده طيب. شو بك؟ طب ليش عم تبخعني 100 مره؟ اقول لك ما تبخعني قدام بالمقابلات، حتى لو ما بتحكي ما تقولها. ليش بدك تبخعني دائما؟ مش قصدي ابخعك، انا مش مضطر انبخع قدام المقابلات. حتى لو مات بتقلي ما بتقلي مات، اذا بعده طيب ما بتقلي انه بعده طيب. واذا بعده طيب هذا هو بده مني مصاري، ليش ما مات هذا؟ معلش استاذ فوزي فينا نكمل المقابله لانه كامل المقابله. كامل المقابله. تفضل خبرنا شو الجديد، شو هي الغنيه الجديده؟ شو عندي هلا؟ بدي نزل الكاسات عن الصفحه. كاسات يعني هذا سيديات بسموه. بابا خلص صاروا على اونلاين. صار اونلاين، بدي نزله اونلاين. نعم بدي ارجع ارفعه اوتلاين يعني ابلود، ونرجع نفوت نحن ان بكل هالاجواء. وعنا على بيج على فيسبوك. نعم عنا على تويتر، وعاملين حفلة على فيسبوك هالسنين الله راد، لأنه ما في ولا حفلة عم تأخذنا. عم بتصل بالمرابع عم بيقولوا بدنا رقصات ما رقصات. في خطيبة مولادي خواصر هي عندها شغلات، قالت لي يمكن هلأ تزبط لي شغلي يعني. كي معها مش أنا هون لأني ما خبرتك إياهم هولي. إيه فمعزومة على رأس سنين إحنا وياك نصار. شكرا كتير كتير أوكي اتفقنا. بدي أقول لك ينعاد عليك. شكرا حضرتك ومدير عملك جو. قال له ليلة ليلة عيد. هي مشرقة إذا بتسمعيها مغربي يا لطيف. هلأ خلصت مقابلة؟ إيه تقلي بقى ما نصر على عصبي. لايك كتير لذيذة حبيتها. هلأ بعدنا عم نصور؟ لا وقف الشباب خلص ذاكروا. أنت مجوزي خاطبي كذا؟ وزع. مرحبا. أهلا كيفك؟ سوري أهلا كيفك؟ ماشي الحال أهلين. بدي حمم لو سمحت شعري. في نطرة أستاذ لأنه ليك العجقة، ليك الشباب ناطرين هونيك وهون ثلاثة وما عندي شغل. كتير؟ إيه بدها شي ساعتين أقل شي يعني. لو بس حمام بس شي ما بتاخذ 5 دقايق. بعرف أستاذ بس ما في مجال لأنه في نطرة بالدور بتاخذ موعد عادة وهيك. هلا ما في مجال والله، لو في تكرم عينك أهلا وسهلا فيك. ما بتتزبط؟ والله يا ريت ما بتتزبط لأنه العجقة. لو ما في عجقة بقول لك انطر شوي، انطر لك ساعتين. هلا الساعة 3 للخمسة، إذا بتنطر ساعتين صعبة له. بس عكتين هيك بس على السريع بس بس حمام بس. يا أستاذ ما في والله ما في. ليك عمل لك برمي بالسوق رجعتها بعد ساعتين. هون أنا خلصت شوي. طب خلص لقيت الحل. إيه شو الحل؟ هبدي. إيه؟ حمم لي إياها، زبط لي إياها وروتش لي إياها زبطها، بغيب أنا ساعة وبرجع. إيه طيب. أوكي؟ أوكي؟ بس ما تقص، أوعى تقصها. لا ليش بدي أقص؟ لا عم ربيهم هون لإلي إذا بتريد. أوكي؟ طيب أوكي. يلا. نعيمان. وظفك يا لطيف من الحفلة يا عدول. ايه يي شو انبسطنا والله. لأي ساعة بقينا؟ لأي ساعة؟ لثلاثة الصبح. اوف وحكي كلمة خيك العبس. كان لك كلمة كمان؟ ما هني اختاروني اني احكي، بتعرف خيك العبس بيحكي. اه طرقتن يا هيك وقفت هيك قلت لهم ليديز اند جندرمان. كيف؟ لا وي واقف شو قلت لهم للجماعة؟ عم نحكي مع الحضور، عم نقول لهم ليديز اند جندرمان. جندرمان؟ ايه ليديز اند جنتلمان. لا جندرمان، ما كلهم عساكر. ما هيدا للعسكر. ها ايه ما هي حفله خيريه مشان الزلمه اللي ايه هذا. ايه جندم. ايه هذا هو شو صار معه هذا الزلمه؟ لك هذا صار معه مرض هذا ما بيتسمى. ايه ضرب بالدم عنده. يا كلكات الدم كلهم راحوا. عفوا كلكات الدم
كلاكيت. ايه شو اسمه هولي طبعا؟ بلاكيت 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 الدم بلاكيت الدم مضبوط. المهم عنده ضلينا للساعة 3:30 الصباح. حلو. حكينا كلمتين ووزعنا لهم هدايا وكذا وحملنا حالنا ورحنا. بدك تاكل ولا ما بدك تاكل هلا؟ عفيك دي صارت الساعة. اطلب يلا اطلب اطلب. 2:30 اطلب. شو بدك أنت؟ خليني شوف شو عندهم قبل. شو عندهم؟ إيه. بقى شو يا عدول؟ شو بدي أقول لك؟ وحياة الله شي بياخذ العقل. حلو. ولادهم يا لطيف. هلو. إيه لو سمحت بدنا نطلب أكل. شو الأباجور اللي عندكم؟ كيف؟ أباس شو؟ شو الأباجور اللي عندكم؟ اللي ما عم يفهم علينا هذا؟ أباجور؟ بلاديجور. 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 فهمان هو يمكن؟ لا مش فهمان هو. أوكي. ستيك. أوكي ستيك. أعطينا أعطينا أعطينا. خليني أقول لك شو عندكم. واحد أنا بدي. أنت بدك؟ إيه. وواحد لتانيا. لازانيا. لتانيا ما تانيا نازل تاكل معنا هان. تانيا ايه لتانيا ايه. بدها تنزل. واحد لي واحد لتانيا ايه. اذا بتريد ما يكون سبايكي. سبايسي لانه سبايسي. شو هي؟ سبايسي. ايه مزبوط صح عم بقولها بس انا غلبط فيها. اوكي حبيبي. طيب وبدي اياهم اثنين. بدي اياهم بيان كوين. بيان كوي. بيان كوين. كوي بيان كوي مستوي بيان كوين مستويين اثنيناتهم طالب اثنين عادل انا شو قصتك كل العالم تفهم علي الا انت ما بتفهم علي هو فهم عليك فهمان ماشي حاله الزلمه ما لك يا خي الحديث عم نقول له ايه حبيبي طيب اذا بتريد قد ايه هاو تاتش بتطلع هاو ماتش قد ايه هاو ماتش هاو ما قد الفاتوره يعني ايه عرف اوه هادي مع اي تي في شو خاص الاي تي في شو خاص الاي تي في لحظه اذا بتريد عادي إيه؟ انت منك فايت على مدارس كيف منك متعلم لا شو اي تي في اي تي في يعني بيجي عليها هادي الضريبه المضافه شو اسمها تي في تي في هذا الترين السريع لك هذا هذاك هذاك تي في جي تي في جي تي في جي تي في جي ما فهمنا ماشي الحال غلبطنا فيهم ما بيسوى الواحد يغلط ايه حبيبي ما تواخذنا طيب اذا اوف 124000 ما بيجي عليهم ديسكو 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 ايه شو ديسكو لك خصموا له عادي ديسكاونت ديسكاونت لازم اقول له ديسكاونت خلص ديسكو خصم يعني مرق لنا اياها اوكي حبيبي يلا اوكي ثانك يو نتكر يا الو سكر شوفي شو قلت له قلت له انت ما بتقولها عم نقول له ما بقى تقولها عم نقول له دير بالك على حالك تيك كير شو تيك كير تيك تيك ما في نون الو الو لحظه لا لحظه لا لا خي لا هو عم بقول لك تيك كير هذا احكي معك شو بده شو بده هلا مني هو غلط عفوا رئيس بس انا شو ما انت ما بتعرفني قال له تيك كير تيك كير ما في نون ايه شيل النون ايه تيك كير ايوه اوكي عم بقول لي وانت تيك كير يوتيوب لك شو قصتك دغري بتبقبش ايديك بتحطهم فوق بعضهم يوتيوب يوتيوب يعني وانت كمان ما بعرف عادل انت ليه بتنقهر مني بس احكي انجليزي يعني بس شوفني طالع طالع تعمل انجليزي بتكسرني بهذيك شو هالطلعة طلعة لانه ما انا لانه انا قوي بالانجليزي وانت بتحكي انجليزي ما تحكي انجليزي ما تحكي عادل I saw you Jaxes عيب عليك بطل. خلص خلصنا I عيب عليك يا عباس خلصنا بطلنا ناكل يا اهلا بعباس حبيبي يا نعيم عود عود حبيبي حوالي. حبيبي شو هذا سلامة قلبك إيه. يا نعيم شو صاير معك ما صاير معي شيء عادي لو خي شو صاير معك ما صاير معك انت كيفك لك انا منيح شو ما صاير معك شيء وشيكك لي هالمصل غارز وبش رايينك لك ما خبرتك عنه ما حكيتك على التليفونك مره ما قلت لك شو عم بعمل شو دوخه ما دوخه لا لا ما في دوخه الحمد لله لا لا الحمد لله ما بنشي لا صحيا الحمد لله ما قلت لي تغزى لك لا لو شو قلت لي تغزى ما حكيتك على التليفون قلت لك الوضع لك شو قلت لي الوضع ما قلت لي شيء ما لما انا مسرسب كثير يا عباس انت بتعرف هلا بتشوف هالاخبار عم نحضر إيه؟ سلامه الغذاء وما سلامه الغذاء طب طيب سلامه الغذاء بس ليش هيك وهذا ما عم بفهم لك عم بتغدى ها
هذا الغداء شو بك؟ ما هلا نحن كل شيء عم تشوفه بالاخبار عم بطرب لنا قلبنا، الدجاج ما فينا ناكل، اللحمه ما فينا ناكل، البرجر ما فينا ناكل، اخر شيء بدنا ناكل لبنه ما طلعت لبنه فاسده، الجبنه أنا مضروبه، خلص بالاخر المصل وقت الغداء بتشكوا هيك ابو نص ساعه تاكل لك لقمه هلا كل ما بدك تاكل بتشكوا هذا مش راينك هون بتعب ثلاث مرات تعب بكره والظهر وعشي عادي عادي بس تاخذ الغذاء النظيف تاخذ لك شكه كل معي لقمه لك شو بدي اكل لقمه ما احنا شيء يا زلمه خذ لك هلا اذا بدي ادوق شيء بدك تتحش لي اياه هون هيدا تحشك هيك روح يا عمي خلصنا بس بتاكل كم بتاكل معي ليه ما في انت جيت على وقت الغدا طب ليه انت جيت بس بتعرف هاي الطريقه لازم يتبعوها كل اللبنانيين هلا في كتير هيك مفيدة اضبط ان انضف وبظل راسك مرتاح وبتشبع هلا هلا انا شبعت هلا هذا بتصفو على الغدا انت شو هذا عم تتبشى مبين ما خلص مش الحال هلا على شو هذا المصل هذا هلا كبه بصينيه يمكن هيدا ما بعرف هن عاملين لهم طريقه هون كل انه بتاخذ لك لقمه ما بدي يا خيي ما بدي طب هات الاخبار بشرفك انا مسرسل انت قليلي لون عين هلا هيك مقضاها اخبار ومصل وفساد ومدري شو انا متابع الوضع كتير لاني مسرسل من انا وصغير هيك تحط خيي حط ماشي مثل ما بدك هذا خير اللهم اجعله خير هات لنشوف اكيد شي اجتماع مجلس وزراء هلا نعم جيسيكا انا معك مباشره من امام مبنى وزاره الصحه وبعد الفضيحه يلي اثارها الوزير وائل ابو فعور عن الامن الغذائي نحن حاليا بصدد فضيحه جديده نعم فضيحه جديده الى علاقه بالمصل في كمية من المصل الفاسد دخلت إلى لبنان نعم وتغلغلت بالمستشفيات وبالصيدليات ورح يصار هلأ لسحب هذه الكمية من الأسواق وتسكير كل الصيدليات التي تعاملت مع هذا المصل بالشمع الأحمر هلأ كمل النقل بالزعرور يا حبيبي معنا وهيكون شو أقولك؟ شو بعرفني شو؟ أنا كل نهار بحس بحرقة وحموضة هيئته هيئ يخرب بيتك هيدا منه هيدا منه هيدا لا لا شيل شيل حط المصل حط المصل حط المصل طب شو بدي يعمل واحد قال وظفك علي صوتك ما عم بسمعك بدك هلا بشوف لك طيب هلا بشوف يلا هلا بشوف برجع بحكيك انا تبغى ظبطوا الخطوط عندكم حملتوا ناركم شوفي شوفي عباس نعم عندك شيء ب 25 الشهر لا ما عندي شيء شوفي لا بدك تعمل لك قرشين شو بدي اعمل قرشين منشان شو بتنط على القطب الشمالي هيك بدي نط على القطب الشمالي منشان شو لا في عم يحكيني هذا الحجه الاولى مين الحجه الاولى ما يعرف اللي بيعرفوا العالم بالبابا نويل ما يعرف؟ لا لا لاب كل العالم بتعرفه بابا نويل شو بدي اعمل انا ليش عم بقول لي انه بده حدا يساعده السنة لحتى يوزع الهدايا للعالم هلا هو هذا الحجن اللي عم تحكي معه انت عم صرخ له ما عم بيسمعني بتذهله ما بيسمعني ليش انت شو لك فيه للحجن الاولى منين بتعرفه انا منين بعرفه عباس انت منين انا عامله بابا نويل كيف عامله انت بقى اسمه حجن الاولى هو ما اسمه بابا نويل اه يعني هلا بدك تروح تشتغل معه لانه هو همته ثقيله ما بقى يقدر ينزل بالدواخين لك ما هلا هو لحاله كل عمره ينزل بده مين يساعده ما في شيء لحاله هو بنشوفه لما كان ينزل بالمدخنه ماشي الحال ماشي الحال رزق الله بس علمته على المهنه وعلى شغله بابا نويل لك هلا انت علمته طبعا ما كل عمره ينزل هو بهدي شو اسمه الشاميناه مزبوط ايه هي اسمها ما اسمها شاميناه شو اسمها اسمها مينا كيف اسمه ميناء بقى؟ ما هو أنا بس وظفته وشغلته في بهذه الوظيفة نعم يوزع هدايا للعالم وللولاد والولاد في كل شيء ايه قال لي شو بدي اسوي أنا بس بدي فوت فاجئهم للولاد شو بدي اسوي؟ ايه؟ كيف بدي اجي عليهم؟ ايه؟ قلت له ما بعرف شوف لك شي طاقة شي شباك شي صوبيا شي ميناء قال لها ها هي بزر بالشي ميناء هلا هيك صار اسمه شاميناه صار اسمه شاميناه ايه وصار ينزل عليهم ايه وبده يحط له انه شو اسمه وين بده يحط له الهدايا قلت له بتشوف جوز كالسات هيك طلع ريحته وبتحط لهم دروبس بقى لهم وبتحط الهدايا تحت الشجره والله طيب ليك عمي ابو رياض هيدا هو ما اسمه الحج الاولى ما هن ست اخوه عباس ست اخوه؟ ايه كيف ست اخوه بقى؟ كان ما هن جيراننا كانوا ساكنين حبنا بالقطب الشمالي مين هن سمي فحافظها؟ ايه نقولة الكبير صح ماري يلي هي هلا بعيطولها ماري كريسمس لك شو خص ماري كريسمس هي ليش بيقعوا ماري كريسمس؟ ما لأنه تجوزت واحد يوناني من بيت كريسمس أخذت من بيت كريسمس؟ ايه مشان هيك بيقولوا ماري كريسمس بعيطولها ماري كريسمس طيب قطعت لك يا هون وعندك أخوها الأصغر منها عندك عيد نعم سعيد نعم وميلاد ومجيد أيوه عيد سعيد وميلاد ومجيد هيك صفيتهم انت معك لا ما هن عيلتهم هيك والله طيب والغزلان منين اجوا الغزلان كانوا عندي عباس لك وين كانوا عندك في غزلان انا كانوا يلعبوا هون انا كنت بربي غزلان
انت مربي هون غزلان؟ ايه كانوا والكبير فيهم كان بعدني بذكر اسمه رادولف. أبيس شوفي حقا تذكرت شو تذكرت؟ أبوك لا حاجة مراغبة والله طول بعمره إيه؟ بس خلقت أنت كان بدي سميك رودولف بدل عباس على اسم الغزال على اسم يعني؟ الغزال شو عم تحكي؟ إيه لأنه كان عندك قرون لا ما أنت ما كان عندك قرون بقى المهم حصل ما فينا قرون ومقرون هيدا الحاجة نقول عباس نعم بوقتها إيه؟ بس بده كانوا يشتغلوا قاعدين بالقطب الشمالي ما عندهم شيء بده يشتغل قلت له شو عم تقول عمو البابا نويل إيه؟ كل شيء راح صار يبرم ووزع هدايا لا ما صار يوزع هدايا ما كان معه يمشي هو انا كنت جيب له الهدايا انت ايه كيف بقى ما هو كان عنده عربيه صغيره ايه وعنده البغال ايه كان عنده اربع خمس بغال ايه ايه قلت له تعال خد الغزلين البغال ما بيمشوا عباس لك الجرس اللي بيحمله بابا نويل منين جابه هيدا عباس اللي بعرفه اللي بيسال اسئله مفيده تفضل الجرس كان على قفاله البغل اللي عنده ايوه ما بننعش المثل شو اسمه جرس على اخذ ايه ما تقوله ما تقوله من عنده هو ايه طيب ايه مره فك له شو اسمه الجرس تاع البغل وصار يطنطن فيه لانه قبل مع عباس ما كان في جرس مثل هلا اه ما كان في جرس لا ما في مثل هلا تين تونج بيجي عند العالم ايه اوكي بيجي. طيب عاد كل شيء المهم اعطيته الغزلين ركبهم قال لي شو بدي اسوي هلا وهو كان ضعيف حاجه اولى هو هاي شو عم تحكي؟ ايه عباس طب بدي اسالك سؤال تفضل هيدي بقى هيدي الضحكه منين اجت بقى اللي بيعمل لها اه 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 مزبوط عباس هي جاوب لك هيدي الضحكه كان بس يجي لعندي يقول لي منظير نعم جبت لي الهدايا تاع السنه اللي بدي اوزعهم للاولاد قول له انا هو 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 لك شو عم تحكي انت؟ ايه وهم وقتها صار اخذها يقول لي كل ما يفوت لعند العالم يقول له هو 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 طيب عاه مفيدي جدا انا كتر خيرك انك عم تقلي اشياء غايبي عن بالي طبعا عباس هذه كلها ما كلياتها معلومات عامه اوكي طيب سؤال تفضل ثيابه الحمر ما اول شيء ما كانوا حمر كيف لبس احمر شو ما كانوا حمر شو كانوا كان يلبس كيس جنفاس كيس جنفاس وضل مضنق ومقزز يا عباس هيك عم بيرجف كان عنده روماتيزم من كل شيء كيف صار احمر طيب كيف هلا بخبرك اول شيء هذا اللي بيلبسه عليه هو هذا دب شو دب؟ ما أنا مرة قلت شفقني قلبي عليه ايه؟ معتر بضل هبردين كل شيء وعم يرغب ودول كل شيء رحت ايه؟ أنا تصيد دب ما تأشر علي ايه؟ دب هيك بيكون ايه الدب ايه؟ دبحته ولبسته الدب الدب أبيض مزبوط مزبوط ايه؟ جيراننا كانوا فينيقيين ايه كانوا راجعين وقتها من الصين شو اسمه جايين كانوا عم بيوزعوا شو اسمه عم هني كانوا تجار الفينيقيين ايه واحد منهم وقتها تفركش ببحصة لونها احمر ايوه طلعها معه لعند الضيعة لفوق على القطب الشمالي ايه عرفت كيف؟ طلع لونها احمر وقتها طلع اللون الارجواني هلا هيك صار اللون الارجواني؟ ايه طيب اللون الارجواني هو اللون الارجواني زحط شو اسمه كبه بال شو اسمه الكبه هيدي ببركة المي طيب. صار لونها احمر وجاي شو اسمه نقولة وبتعرف كله تلج زحط عباس اجا هو الدب اللي لابسه عليه بقلب البركه طلع لونه احمر قلت له قال لي شفت شو صار فيني قلت له احمر من هيك ما في طيب لك كانك عم تسحرها سحر ما سحر هيدي الحقيقه خلقت البحصه والبركه دغري وحطيتها يعني شيء حلو كثير طيب عقد عباس حلو عم ابو رياض ايه ليه مطول دقنك ما عم بفهم ما انا السنه بدي اعمل بابا نويل لمين لاولاد الريس لاولاد الريس كلياتهم والله هيدي خطوة كتير مهمة ينبسطوا فيك قد الدنيا ايه ايه طيب وعامل شجرة بالبيت اكيد عباس معني ما عامل هي طالعة لحالها عنا شجرة صارو جوا عباس وين عندك شجرة صارو؟ شجرة صارو بنص الصالون بتفوت تشوفها لحالها هي؟ هي طالعة هي انوجدت هيك؟ شق الأرض وطالعة منها قمنا عمرنا البيت حواليها طلعت الشجرة وعمرت حواليها البيت؟ شو بدنا نسوي بنقبع الشجرة؟ طيب ومغارة في مغارة؟ مزبوط معك حق المغارة ما ساعدت عنا ايه شو عملت؟ تركناها مطرح ما هي وين؟ بجعيتها ايوه ايوه ما نحن اصلا كان بيتنا فوق بجعيتها وهي المغارة جعيتها ايه هيدي المغارة تاع بيتنا اه هي لكم البابا عباس الله يطول بعمره الله يطول بعمره؟ ايه عباس طيب طيب كفي نحن كنا صيف بجعيتها ايه فكل سنة نعمل شجرة صيفيه بجعيتها وعلى ايه؟ بابا نويل وعلى عيد الميلاد ايه بس صيفيه عيد ما الميلاد هو اول شيء كان بالصيف عادوا نقلوا على الشتاء المهم بلا طول صير يا عباس نعم بس تركنا البيت بجعيتها فكينا الشجره وضبيناها من المغاره ما فكت معنا ما تركنا عملوها معلم سياحي لحظه مغاره بدها تنفك ما بتنفك ما تركناها عملناها معلم سياحي عباس
طيب ماشي طيب عمي ابو رياض هيدي المغارد جعيت على بيت الرئيس بالاساس ما هلا هي باسم بيت الرئيس لا اعطينيها للدوله وعم ياخذوا منها كل هالمصاري طيب ليه صحتنا على البحر هلا ما علينا بدي اسالك شغله سالني شو بدك تزركني يعني هلا عمي ابو رياض انت جايب هدايا لكل بيت الرئيس انا هدايا لك هدايا هدايا مشان ما انت عم تقول بدك تعمل بابا نويل يعني لازم تكون جايب لهم هدايا مشان العيد انا بدي اعمل بابا نويل عباس لك ايه ما بدك تجيب لهم هدايا جيب هدايا ايه مشان العيد انا يا عباس ايش انت هلا صرت شو ايش بعدك بتامن انه في بابا نويل لك شو بعدك بتامن انه في بابا نويل كلها خرافه يا عباس لك ما هلا انت قاعد عم تسلت لي سلت انك انت اخترعته وعملت له لنقوله واسمه نقوله واولاده واخواته تعبيس بيس لك أي بيس بيس لمين عم تقول تعبيس بيس؟ هيدا النسر دايما بيجي بغط عنا هون للنسر عم تقول تعبيس بيس وهن وقتها صار أخذها يقول كل ما يفوت لعنده راح يعمل له هو 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 ليك تمو هو 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 هاي منيحة عم توضح لي اشياء طبعاً. يعني غايبة عني كلياً طبعاً عباس معلومات عامة هاي طيب اتيابه لك ملا معلومات معلومات عامة يعني شي حلو كثير طيب عقد عباس صيفية بجعيتها وعلى بابا نويل وعلى على عيد الميلاد بالصيفية عيد الميلاد ما هو أول شيء كان عيد ميلاد بالصيف بعدين نقلوا على الشتاء المهم سكتني يلا شو هي؟ تيك كير شو قلت انا؟ شلت انا الله يوفقك لحظة 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 وظفك؟ ما وظفني انه رحت بكير وعلقت بعجقة سير في موعد مع المدير ومنه متفائل بالخير بس شافتني السكرتير اشتل عنده قالت له هالشاب كتير مرتب بيجنن ما في متلو وظفك؟ لا ما وظفني قال الحالي صعب كتير وما في عنا وظايف لو وصف فيك الوزير البلد متل ما شايف صاحبته توصت فيه قعدت حد وشرحت له